والعياذ بالله أعزكم الله حديقة للكلاب لتنزه الكلاب في مقبرة إسلامية وينبشون قبور المسلمين. الصحابة والعالم الإسلامي ساكت عن هذا. شو الهدف من هذه يعني؟ تهويد أي معلم إسلامي أو مسيحي بالمنطقة يبون يطمسونه ويقيمون مكانه معالم يهودية. هم من احتلال مدينة القدس عام 67 يقومون بعمليات تنقيب في سبيل إيجاد أي معلم تاريخي يهودي، ما لقوا. فشنو يسوون الحين من السنوات الخمس الأخيرة؟ يبنون معالم يهودية. بعد 50-100 سنة تصير المنطقة كلها يهودية. بنوا متاحف، بدأوا معابد، بدأوا كنس، مكانس، كنائس عفواً في محيط المسجد الأقصى. الحفريات مستمرة